مرحبا، تابعوني عشان تعرفوا طريقة الكريم كراميل المكسيكي. أول خطوة بنحط 3/4 كوب سكر وربع كوب ماء على نار متوسطة وبنحركهم لغاية ما يصيروا كراميل. بعدين بنصبه بالقالب وبنحطه بصينية أكبر فيها مي وبنخليه على جنب. لعمل خلطة الكريم بنضيف 3 بيضات ومعلقة كبيرة من الفانيلا و2 كوب حليب مبخر وعلبة حليب نستلة المكثفة المحلى، وبنخلطهم بشكل جيد وبنضيفهم على الكراميل وبندخلها الفرن لمدة ساعة على حرارة 180 درجة. بعد ما ندخل القالب على الثلاجة أقل شيء 3 ساعات بنقلبه وبنزينه بأي فاكهة على ذوقكم وبالعافية. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. باي.